قال سائل علي من الجمهورية اليمنية محافظة صعدة، يقول: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، سؤالي الأول: لقد جرت العادة عندنا أثناء عودة الحجاج من أداء فريضة الحج الاستقبال لهؤلاء بإطلاق النار في الهواء وتكليف الحاج بإقامة الولائم، فما حكم الشرع في نظركم في هذه العادات؟ والتوجيه نرجو مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لا شك أن الحج عبادة عظيمة، وأن الذي يمن الله عليه بالحج فإنه قد خصه الله بعبادة عظيمة وثواب كبير إذا تقبل الله منه، ولكن لا يحدث عند قدوم الحجاج شيء من هذه الأمور، من إطلاق البنادق أو غير ذلك، أو إقامة الحفلات، إجبارهم على إقامة الحفلات والإنفاق فيها، وقد يكونون غير مستطيعين يكلفون بما لا يستطيعون. ليس هذا بواجب ولا بلازم، وإنما يباح أن أهل الحاج، أهل القادم من السفر أو أصدقائه أو جيرانه، أن يقيموا له عشاء أو يقيم له شيئا من التكريم، لا من باب الإلزام، وإنما هو من باب الاختيار، إذا شاءوا لا مانع من عمل مناسبة لقدوم المسافر من حج أو غيره، لكن بدون إسراف وبدون إلزام وبدون تكاليف شاقة. نعم.